أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس يقومون بتوجيه أسئلة إلى المشايخ بقصد الإساءة، بحيث أنه يسجل السؤال والإجابة على شريط ويقوم بنشر هذا الشريط والطعن في العلماء والعياذ بالله، فما رأي الشيخ بهؤلاء مع العلم أن الشيخ الموجه له السؤال لا يعلم بهذا الأسلوب؟ على كل حال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا سأل يجاب، وكونه له نية سيئة هذا يعلمه الله عز وجل، وهو الذي يتولى السرائر. ما على الشيخ إلا أن يجيب على السؤال إذا رأى أن المصلحة في الإجابة، أما إذا رأى أن المصلحة في عدم الإجابة فلا يجيب على السؤال. نعم.